من داخل محافظة الدقهلية، القضية اللي قلبت الدنيا كلها، محمد ابن الحجيزة فقيد الشباب عريس الجنة اللي للأسف الشديد اتغدر بيه على يد أحد أبناء قريته. تفاصيل ومفاجآت في أول ظهور لوالدته من داخل مكتب المستشار الجليل سيف الحق الأستاذ خالد عبد الرحمن، ويمكن المفاجأة الأولى إن هو تولى الدفاع أو تولى القضية، طبعا الدفاع عن محمد رحمة الله عليه، وقال حقه هيرجع بأمر الله وكلنا ثقة في القضاء العادل. والدته دلوقتي هتكشف عن مفاجآت في أول ظهور ليها على الدقهلية لايف. البقاء لله، الدوام لله وحده، ربنا يصبر قلبك يا رب، ربنا يخليك يا رب. القضية بتاعت محمد خلت الناس كلها ماشية في الشارع المصري بتسأل ايه اللي حصل؟ ازاي الشاب الجميل بتفاصيله وملامحه الجميلة دي يروح في غمضة عينه على ايد واحد من بلده؟ وفي ناس بتشكك في الكلام، عاوز اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط؟ هو اللي حصل اللي انا سمعته من الناس ان عبد الله البخاري ضرب ابني ورماه في البحر، وكتير يعني سمعت يعني احداث كتير واقوال كتير في الكلام ده، بس اللي ياكد ان عبد الله هو ضربه وحطه في عربيه وبعد كده رماه في البحر بعد ما مات. ايه السبب؟ ما فيش سبب، هو كان قاعد هو وصحابه وكل واحد فيهم اتطعفش في حته كده، يعني محمد ابني وجع على الارض وهو قام كابس فوقه وقعد يضربه بالطبنجه في راسه من ورا. يعني هل واحد، طب هو صفته ايه؟ طب مش صفته حاجه في البلد، مش له صفة، بيمشي بالطبنجة في الشارع يخوف الناس بيها. عيلة البخاري ديت يعني ما نعرفش ان هم ناحية المركز او ما لهمش صفة خالص اصلا، اللي هم بيشتغلوا بس في السيراميك. القرية اللي حصلت فيها الواقعة اسمها قرية ايه؟ الحجايزة. الحجايزة. محمد ابنك كان عنده كام سنة وشغال ايه؟ 19 سنة وكهربائي. متحمل المسؤولية من هو لسه طفل صغير. ولسه مخلص التعليم، مش بقاله سنة، تالتة سنة وصنايع. وهو قال لي يعني كنا احنا بنجهز له جواز السفر بتاعه عشان يسافر يعني بعد العيد ان شاء الله، فكان بيطلع يقعد مع صحابه، مش همنعه شاب، كان بيطلع يقعد مع صحابه. محمد ابنك الكبير؟ الكبير. يعني والده قال في اللقاء السابق كلمة أبكتنا كلنا، أبكت الناس كلها، قال كنت مستني استني ألبسه البدلة وأزف لعروسته، ابني الكبير وأول فرحتي ليا في الدنيا. أيوه. خدته من إيدي بالمشرحة ولبسته الكفن، وده كله بسبب تجني شخص عليه عديم الرحمة عديم الإنسانية. إيه صفة الشخص دي علشان إن هو يمسك ابنك ويضربه؟ إحنا ما نعرفش دي صفة عبد الله دي خالص في البلد، هيبقى يعني البلد هيبقى منه من إيه مش عارفة. طب هل كان ليه خلافات معاكي أو مع والده أو مع أي؟ لا خالص خالص، إحنا ما نعرفوش أصلا، مش عارفه نيه. الكلام جالك قال لك إيه؟ هو قال لابنك انضرب وعبد الله البخاري اللي ضربه ورمى في البحر. اما رحت كان صحابه طلعوا يعني كلام تاني ان هو اخده في العربيه وحبسه زي ما هو قال يعني ما البنات كده، فاحنا قلنا هو في المركز، سالنا في المركز يوم اتنين مفيش، يقولوا لا الولد ما دخلش المركز. لغايه يوم الخميس الصبح مدينه انقلبت وابني راح يبلغ، وبعد البلاغ الظهر قال لي يا يما بالنسبة لأخويا هما ينزلوا فرقة إنقاذ البحر، أخويا في البحر يما مش في المركز. وأنا لغاية ما كنت رايحة عشان زي الناس أبص وأشوف ابني هيطلع ولا لأ، كنت حاسة إن ابني مش في البحر، ابني عايش، بس لما شفته بقى خلاص اتأكدت إن ابني ميت. كان عندك أمل إنك تسمعي؟ كان عندي أمل وأنا أروح أشوف. شفت إيه؟ شفت ابني مكفي، ملامحه كلها ضايعة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ان يجي له نوم يرتاح كده ويتحط في حضن عياله وهو منايم ابني في الميه 3 ايام، وياكد للناس ان هو ما كانش هناك، ويحلف ان هو ما كانش في المكان ده، وياخد ابني ويضحك عليه ويسجل له فيديو ابنك التاني الصغير عشان ابني رايح يستنجد بيه، ويقول له عايز اعرف اخويا فين، على امل الناس بيقولوا عبد الله ده اللي هيجيب لك اخوك عشان يوديه المركز لوحده. ما كانش عارف ان هو اللي عمل الواقعة دي على كلامكم؟ لا، هو بينفي الشهود وبينفي كل حاجة عشان العيال اللي كانوا قاعدين مع ابني بس، وقال لابني باللفظ ما تعرفهمش ان عبد الله هو اللي قال لك ان انت رايح المركز، جيب اسامي العيال اللي كانوا قاعدين مع اخوك بس.
انتشرت بعض الأقاويل في البلد، ويمكن سمعنا فويس مسجل بصوت ابن حضرتك ما جابش سيرة القاتل اللي انتوا بتتهموه في نهاية. هو قال له وهو بيسجل له، وابني عارف ان هو بيسجل له، وقال له روح لوحدك وما تعرفش حد ان انت رايح المركز. احمد ابن الصغير وعنده 17 سنة، وكان ملهوف على اخوه وبيدور في اي حتة عشان عايز اخوه. فقال له ما تروح، ما تقول، ما تعرفش لحد، ولما تروح ما تقولش اعمل بلاغ، ابلغ ان اخويا مش لاقيه، والعيال اسم كذا 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 كانوا قاعدين مع اخويا، ومن يومها مش لاقيينه، ويا شاء الله ان الدنيا تتقلب. 5 الصبح وبعد الظهر قالوا يعني فرقة الإنقاذ هتيجي في الموقف، في الحتة اللي ابني وقع فيها. محمد تاه لمدة أو تغيب لمدة 3 أيام. الأقاويل كانت ما بين اللي يقول ده غرق في البحر، أو وفي ضربه وأخده، واللي يقول لا ده الولد جري وطفش في الأراضي. كانت أقاويل وكلها متضاربة مع بعضها. أيوة لمدة 3 أيام كان الأمل لسه في قلبك متعلق، إن ابني كنت موجود. لسه بتقولي ابني لسه عايش على قيد الحياة، أيوة بتدوري عليه علشان نفسي ده ابني الكبير مش هتحرم منه، حتى لو كل الناس بتقول لي ده مات، أنا لأ لسه مش عايزاه مصدقة عايش لغاية دلوقتي، مش مصدقة إن ابني مات، لحد دلوقتي مش مصدقة إن ابني مات. ولسه أمه. ربنا يصبر عليك. يا رب. لما شفتيه كانت ايه الاصابات اللي فيه؟ راسه وجسمه كان متورم، ودراعه، دراعه الشمال كان محمر خالص، بس من الصدمة خلاص يعني، مش كنت مصدقة إن دي ابني، مش كنت متصدقة. عريس يا ولاد واخدوا مني بدري، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لما رحت قسم شرطة السنبلاويين، انت كتبتي البلاغ عن ايه؟ تغيب ابنك ولا عن ايه؟ ابن احمد هو اللي راح المركز وكتب ان هو تغيب، عمل محضر تغيب لاخوه. تغيب. انت رحت وكتبت محضر واتهمته الشخص اللي انتوا اتهمتوه من القرية عنده. كان يوم الاربعاء بالليل. قلت لي اسمه الشخص ده؟ عبد الله ده لما ابني راح يعمل يوم الاربعاء على اساس الولاد، انما يوم الخميس رحنا بالليل الساعه 11 بالليل بعد العثور على الجثمان. بعد العصور كتبته محضر بايه بقى؟ بان عبد الله البخاري هو اللي ضرب ابني ورماه في البحر. وانت مصدقه الكلام ده؟ مصدقه، لان مش البلد كلها هتشوف عبد الله وانا مش هصدق. في شهود عيان صوروا معانا واكدوا ان هم شافوا الواقعه بعينيهم. ايوه طيب ايه اللي خلاه ان هم يعني هو كان قاعد مع اصحابه او كان بيعمل ايه بقى؟ هو قاعد، العيال قالوا احنا كنا قاعدين الحته حته عند ربعي قاعدين هناك زي اي عيال قاعده، وكانوا قاعدين بتصوروا، حتى قالوا لي هات التليفون بتاعه نطلع لك الصور، كنا قاعدين بنتصور. ما اعرفش ايه اللي هو عمل في ابني ليه كده. تقولي له ايه لو سمحت دلوقتي؟ اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك والقصاص، وزي ما ابني مات هاخد حقي منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قلت لي في بعض الناس بيتواصلوا معايا علشان اتنازل عن حق ابني. ايوه ما فيش حد جه للبيت، بس الاقاويل بعيد، بس انا مش هرضى اصلا باي حاجة غير حق ابني. يعني بالفعل في يعني اكتر من شخص تواصلوا معاك عشان لا تتنازل ما فيش حد اتواصل معايا شخصيا بصورة مباشرة؟ ما فيش، لكن بيتبعت ليك عشان تتنازل عن الحق. ترد تقولي ايه؟ عمري ما هتنازل عن حق ابني. انت قلت كلمة كويسة قوي قبل التصوير، قلتي دم ابني مش للبيع. ايوه هو مش للبيع، ده كان عكازي وخلاص اتكسرت، فمش عايزه حاجه من الدنيا غير حق ابني. لو محمد سمعك دلوقتي هتقولي له ايه؟ ربنا يرحمه، حقك هيجي يا محمد وانت عريس في الجنه. جنازه مهيبه كانت لمحمد ابن الحجيزه، شفناها كانت جنازه مهيبه، كان ماشي فيها الكل بيبكي، كان محمد خشبته كانت حرفيا طايره، كانت بتجري الناس ما كانتش قادره ان هي تجري قصادها، وده يمكن من حسن الخاتمه. اول زياره القبر زرتيه قلت له ايه؟ ما قدرتش اتكلم لاني مش مصدقه ان ابني ولا محطوط في التراب. اخر لقاء بينك وبين محمد رحمه الله عليه كان يوم الثلاث الساعه 2 الظهر، بص عليا كده وقمشي دخلني، كنت قاعده بص لي كده وما اتكلمناش انا وهو، قام دخلني وانا رحت الشغل، نزلت الشغل بعد كده سمعت الخبر. لا تعالي صوتك، استاذنك تعالي صوتك.
كان اللقاء بينك وبين محمد كان رحمة يوم الله التلات، عليك. كان يوم التلات الساعة 2 الظهر. كنت قاعدة بص عليا كده وقام واخد بعضه ودخل على أوضته نايم. بس كأنها نظرة الوداع. باين انا بص لي بصة كده غريبة وقام ماشي داخل على أوضته، وانا رحت شغلي وبعد كده سمعت الخبر. ربنا يصبر قلبك يا رب. يا يمكن رب كانت مفاجأة بالنسبة لنا الحقيقة، على الرغم صعوبة الموقف، لكن كانت مفاجأة سارة إن خلال تصويرنا يعني تواصل سيادة المستشار سيف الحق أستاذ خالد عبد الرحمن، وقال أنا متولي الدفاع عن محمد وهرجع حق محمد إن شاء الله. ان شاء الله، تقولي له إيه وانا النهارده؟ واثقه فيه ان شاء الله ان هو هيجيب تقولي لحق، لسيادة المستشار إيه انني النهارده معاك؟ بشكره ان هو هيجيب لحق ابني، واثقه فيه ان هو هيجيب لحق ابني، ومش خايفه من اي حد يهددني. وبالنسبة للكلام اللي بيجي لك، انت قلت لي في تهديدات وفي رسائل بتيجي مش هتاخد حق ابنك، بيكون بتحس بإيه ساعتها؟ هو بحس بخوف، بس مع المستشار لما طمني مش هتحس باي خوف. ربنا يصبر قلبك يا رب، وفعلا الضنا عمره ما يتعوض ابدا، وربنا يرجع له حقه ان شاء الله. وكلنا ثقة في رجال القضاء ورجال القانون. إن حابة شاء تقولي الله ايه او تطالبي بايه دلوقتي؟ لو المسؤولين سامعينك والجهات الأمنية سامعاكي، هتطالبي بإيه؟ إن هما يجيبوا لحق ابني، مش قادرة أتكلم والله، ما عدت قادرة أتكلم. احنا مقدرين اللي انت فيه، ربنا يصبر قلبك يا رب، وان شاء الله حقه راجع. بشكرك جدا سيادة المستشار، برحب بحضرتك يا فندم، أهلا ودايما وسهلا بكم، في نصرة الحق. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. أنا بس عايزة الصوت، أستأذن حضرتك بس الصوت يا فندم. طب اتفضل. مساء الخير عليكم المتابعين الشرفاء، متابعين المواقع، أهلا وسهلا بكم وتحت أمركم في أي شيء. منذ اللحظة الأولى على وقوع الجريمة وأول ما عرفت التفاصيل، يعني عاوزة أقول لماذا قضية محمد اللي توليت الدفاع؟ ليه؟ الحقيقة طبعا يمكن زي ما انتم عارفين انا ما باخدش القضية من اول ما بتجيلي، انا ما بوافقش على القضية الا ما اتأكد من بعض الامور معينة. قضية محمد طبعا في تواصل تام، في تواصل تام مباشرة بيني وبين اكثر من شخص، بيني وبين اكثر من شخص. بعتوا لي فيديوهات للواقعة وللصور، الله يرحم محمد وهو موجود داخل المية. عرفت ان اهلية محمد من الناس الطيبة، عرفت ان في تهديد جاي عن يعني الناس بتستعمل النفوذ او الفلوس لأهلية محمد الناس الطيبة، فخايفين إن حق ابنهم يضيع، فطلبوا مني إن أنا أتولى الأمر، توليت الأمر، وقضية محمد والده عمل توكيل من